أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ماذا بعد الصراط بالتفصيل؟ هل هي جنة أم أرض يجتمع فيها المؤمنون؟ ورد أنهم بعد الصراط يقتص لبعضهم من بعض ما عندهم من المظالم، هذا في الواسطية، فإذا جازوا الصراط وقفوا ثم اقتص لبعضهم من بعض، ثم إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فبعد الصراط المظالم من بعضهم لبعض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.